وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. مرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج وهذه هي الحياة الأبدية. مرحب كمان معنا في الاستوديو بقس لطيف فهيم مرقص، راعي الكنيسة الكتابية بلونج بيتش كاليفورنيا، وأيضا راعي الكنيسة الإنجيلية بالخرطوم بحري السودان. أهلا بيك أسيس لطيف. أهلا بنتي إيمان، ربنا يخليك لينا. يا ريت قبل ما نبتدي البرنامج ترفعنا في صلاة. آمين. أبانا السماوي، نشكرك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. نشكرك يا رب أنك عرفتنا على الأساس المؤسس، أساس الإيمان، صخر الظهور، ربنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح. نشكرك يا رب أنك قبل أن تعود إلى بيتك السماوي، لأنك من السماء أتيت وإلى السماء عدت، قلت لنا ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نشكرك لأجل كل شيء، بارك البرنامج لنا وللمشاهدين، ولاسمك كل المجد. آمين آمين. قبل ما نبتدي الحوار بتاعنا بنفكر أعزائنا المشاهدين إن الخطوط مفتوحة، نمرة التليفون على الشاشة، لو عندك سؤال أو تعليق أو اعتراض بنرحب بكل حاجة، سؤال أو صلاة أو أي شيء من فضلك اتصل بينا، خصوصا لو اعتراض. خصوصا لو اعتراض. موضوع البرنامج وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك، وحلقتنا النهاردة هنحط لها عنوان علاقة الحياة بالمعرفة. من بداية الخليقة شفنا ربنا خلق شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، الاثنين في وسط جنة عدن، زي ما بيقول في سفر التكوين: وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. تكوين 2:9. إيه الرسالة اللي ربنا كان عايز يديها لآدم لما حط شجرة الحياة جنب شجرة معرفة الخير والشر؟ هل في ارتباط معين؟ وليه حطهم هما الاثنين في الوسط؟ واحنا عارفين الوسط دايما بيكون المركز، المحور، يعني اكتر اثنين ربنا اهتم بيهم، ووصية خاصة لشجرة معرفة الخير والشر نسأله في السؤال الجاي، بس الاول نعرف ايه الارتباط بين الحياة، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. طيب يا ايمان، تتخيلي بقيت الشجر شجر ايه مثلا؟ أشجار بثمار مختلفة، فاكهة، كل أنواع الأشجار اللي احنا ممكن نتخيلها في حياتنا واللي ما نتخيلهاش. طب ما نقول شوية كده. مثلا مانجا، أكيد، برتقال، أكيد، رمان، أكيد، بطيخ، أكيد، بطاطس. طب إيه دخل ده في شجرة الحياة؟ يعني شجرة الحياة دي حاجة كبيرة قوي، ما يوازيهاش في الضخامة إلا شجرة معرفة الخير والشر. لا بطاطا تنفعها ولا بطيخ تنفعها. فلذلك مركز الجنة ربنا أوجد فيه الشجرتين دول، اللي هما يا إما الإنسان يستمتع بالحياة الأبدية، يا في غبائه يختار أن يعصى الله. ولازم نلاحظ أن شجرة الحياة اسمها شجرة الحياة، شجرة الحياة التي في وسط الجنة. طب عكس الحياة ايه؟ الموت. ما سماش التانية موت. آه. لكن التانية اسمها شجرة معرفة الخير والشر. ودي تبدو ان ما هياش يعني ايه مرعبة قوي، شجرة معرفة الخير والشر. طب وايه يجري لما اكل منها يعني؟ لكن هذه الشجرة لحكمة لم تعلن لآدم، الرب منعه أنه يأكل منها، وقال له النتيجة لو آدم أكل منها. وبعد كده جاب حواء وآدم قال لحواء، عرفنا أن حواء كانت عارفة الموضوع يعني، فاليوم أن تأكل منها موت أن تموت. الشجرة ما اسمها شجرة الموت،
اسمها شجرة معرفة الخير والشر. وهنا يريد الله أن يمتحن الإنسان اللي جبله تراب من الأرض واللي نفخ فيه أنفه فصار نفس حية واللي أنا عليه بمعرفة الله واللي بينه وبين الله شركة عميقة جدا. يعني بنعرف في الحديث كده كان الله بيتمشى في الجنة، يعني كان قبل كده بيتمشى مع آدم بيتمشى مع حواء، حاجة شركة رهيبة جدا. فكان الله في قداسته وحبه لآدم يريد وينتظر من آدم ان هذه العشرة توجد عند آدم حب شديد لله، هذا الحب الذي يجعله يطيع الله طاعة كاملة بغير ما يقدر اي قوة معادية، اي قوة غير ما تقدر اي قوة معادية انها تبعده عن الله. كل التوقعات دي الحقيقة يعني لم يستجب لها آدم ولم يجدها الله في آدم، وربنا كان عارف كده كمان، ده عجب عند ربنا، عارف كده وأوجد الحل في الذات الإلهية، الحل قبل تأسيس العالم، يبقى قبل خلقة الإنسان، قبل الأزمنة الأزلية. بالنسبة لسؤالك شوية، أنا عارف سرحت معاكي شوية زيادة، لكن بالنسبة لسؤالك ليه الاثنين دول جنب بعض؟ لأنهم أهم اثنين في الجنة كلها. لو هو أراد الحياة عليه أن يعرف، أن يعرف الله، دي بحسب آية البرنامج يعني. لا، آية البرنامج مش كده بس، وهذه الحياة أن يعرفوك بس، وإيه تاني؟ ويسوع بس. المسيح الذي أرسل. دي مهمة أوي دي. طيب لسه ما خرجناش من جنة عدن، اتفضلي، ونفاجأ ان آدم بياكل من الشجرة اللي هي معرفة الخير والشر. فاللي بيحصل رد فعل من الله انه بيقول وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. دلوقتي آدم أخطأ وربنا قال له يوما أن تأكل منها موتا تموت. سر الموت دخل في آدم من بعد الخطية، من بعد السقوط. إزاي يقول ربنا أنه لو أكل، لو مد إيده وأكل من شجرة الحياة يحيا إلى الأبد؟ هل ثمر شجرة الحياة كفيلة إنها تعالج خطية آدم وتغلب الموت اللي في آدم فيحيى إلى الأبد؟ إزاي الاثنين متعارضين؟ يعني إزاي يقول له موتا تموت وفي نفس الوقت يحط لهيب سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة؟ الآية التي حركة دي يعني فيها أسئلة تانية قبل دي، وفي سؤال يعني مدوخ الدين دلوقتي، ممكن نوصل له؟ اتفضل. وبعدين هنيجي لحتة مش هنسيبها. حضرتك قلتي، قريت كده كم كلمه، قلتي كواحد ايه؟ منا عارفا الخير والشر. يعني منا؟ من الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. صحيح. يعني ما قالش كواحد مثلي؟ لا، منا. واحد منا. وده اللي عايزين نقوله لاحبائنا المشاهدين، انه منذ القديم القديم القديم، من قبل كتابة الكتاب المقدس وإلى بعد انتهاء أحداث الكتاب، وإن كانت هي بتنتهي في النهاية خالص، الله هو الآب والابن والروح القدس. الله بالجمع، هوش مفرد، إلوهيم كواحد منا. نيجي بقى سؤال حضرتك، معلش عشان المستمعين طبعا فقدوا بالمقاطعة دي. هسألك سؤال غيره. طيب أوي أنا كويس إن احنا نفتح أسئلة. هو إيه الغلط؟ السؤال الثاني. الغلط إنه يعني هدف الله في النهاية في العهد الجديد احنا عرفناه إنه أعطى أولاده المؤمنين شركة الطبيعة الإلهية. فإذا كان من البداية آدم لو أكل من الشجرة هيكون كواحد من الذات الإلهية، كان إيه الغلط إن هو يبقى واحد من مش غلط بس،
ده مستحيل. ده يعني تخيلي الله الآب والاب والروح القدس قدوس وشريكهم خاطي، يعني ايه؟ ما عشان كده عمل لهيب السيف المتقلب، وعشان كده عمل الأخمصة الجلدية. يبقى هنا الوحدة جت من ايه؟ وعشان كده طرد أدم. نعم، يبقى الوحدة جت من ايه؟ كواحد إيه؟ منا، كواحد منا تعني ايه؟ واحد منا انه الله يعرف الخير والشر لكنه قدوس. آدم يعرف الخير والشر لكنه خاطي. وشجرة الحياة اللي يأكل منها يحل الأبد، فيستحيل يقعد في هذا المكان. لذلك كان لابد من كل اللي جرى في جنة عدن. وده اللي نفسي أقوله لأحبائنا المشاهدين، الحكاية مش يعني إيه، مش هزار، مش ضحك. يعني مثلا أنت أخطيت يا آدم، يا أخي الله غفور ورحيم، خلاص غفرت لك خطاياك، تعالى بقى خليك واحد منا. ما ينفعش. ينفع إزاي؟ ينفع إزاي؟ طب ما ليه الحل؟ الحل إن لابد أن يكفر عن خطايا آدم، بس بكل بساطة. لابد ان ادم يتبرر، لابد ان ادم يكون ادم جديد، حياه جديده. الحياه اللي في جنه عدن انتهت لانه مات. قال اليوم ان تاكل منها موتا تموت. الله ما ماتش، لا هو مات. مات ازاي؟ انه ابتعد عن الله. طب ما ماتش ما هو لسه بيتحرك، ولما نزل الارض بيتحرك لان دم المسيح شفع له، اديله فتره معينه للتحرك مش على طول. طب ايه اللي دخل الموت للعالم؟ الخطية. فآدم لم يخلقه الله ليموت، خلقه الله انه يتكون عند آدم حب، ويتكون في قلب آدم علاقة وشركة مع الله، ويأكل من شجرة الحياة. يا سلام، آخر عز. يعني شجرة الحياة الثمرة بتاعتها ما كانتش هتعالج الخطية، ما كانتش هتعالج الموت، هي كانت هتديله حياة للأبد كحياة يعني في الأرض، لكن في نفس الوقت هو خاطي، منفصل عن الله، بعيد عن الله. شجرة الحياة لا يمكن يأكل منها آدم، مستحيل. مش لو كان هيحصل ايه؟ هو ما كانش ولا كان يمكن يأكل. ليه؟ لأنه هو خاطي. يحيى ازاي؟ طب هاتي لي واحد حضرتك من قرايبك، وانت قرايبك ناس حلوين قوي، بعد ما مات حي. حد من عيلتك مات وحي على طول كده؟ لا طب. ولا انا كمان. ولا حد مات. آدم ميت، ميت بالذنوب والخطايا، يحيى ازاي؟ مفيش حياة. لكن في ترتيبات معينة عملها الله لآدم الميت أن ينقله من الموت إلى الحياة. إيه الترتيبات دي؟ قالها لبولس الرسول في رسالة أفسس: كنتم قبلا أموات بالذنوب والخطايا، الله أحيانا مع المسيح، أحيانا بالمسيح. هي دي عايزه فقاقه. انا ما اعرفش الناس مش فاهمين الكلام ده ازاي. لا انا هشتغل واصوم وبعدين واقدم عشور واقدم وبعدين احيا. مش هتحيا، ما انت ميت. ميت. الميت يقدم عشور، الميت يذبح نفسه، الميت يشرط نفسه، الموت الميت ينام على مسامير، مش هتحيا. واحد في بير يطلع ازاي؟ لازم سلم ينزل له في البير يطلع عليه، اللي هو المسيح، انه انسان وهو الله. فتقبل بالايمان تقدمة المسيح وعطية المسيح وخلاص المسيح ودم المسيح، تحيا. غير كده انت ميت. ده الكتاب المقدس بيقول. انا مش بتهمك من موت، دي حقيقتك انك ميت ان لم تكن قد امنت بالمسيح. بس الذي يؤمن بالاب له حياة أبدية، الذي لا يؤمن يمكث عليه. يمكث عليه يعني قاعد مستقر، يعني هو مستقر من الأول، هيقعد يستمر. يمكث عليه غضب الله. ربنا ينعم علينا نفوق من اللي احنا بن ايه، امزح بنريح نفسنا، بنريح نفسنا، عايزين نريح نفسنا. خلاص انا عايز اعيش خاطي كده، بس كل شويه ايه اروح اجيب لربنا كده طبق زي اللي بيجيبوه الجماعه الوثنيين لبوزه. احنا عندنا معبد بوزه جنبينا، كل يوم
يجيبوا له البرتقال والتفاح اللي ما حصلش في التاريخ كده بقى ابوه يرضى عليهم، وما اعرفش يوديهم فين، ما هو ميت برضه ياخدهم معاه. اوكي بنلاقي لا خد راحتك. بنلاقي ان شجره الحياه كمان ليها ذكر في اخر سفر في الكتاب المقدس، يعني ابتدى بيها الوحي في سفر التكوين وانتهى بها في سفر الرؤيا. من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله. سفر الرؤيا اصحاح 2 وعدد 7. دلوقتي اللي غلب دوت ووصل فردوس الله معناه انه يحيى الى الابد. يبقى فين المكافاه هنا انه من يغلب سياكل من شجره الحياه، لو هي وظيفه شجره الحياه انه يحيى للابد؟ واحد من اولادنا في الكنيسه، مش عارف واحد من ابنائك ولا ابناء اصحابك يعني، كتكوت صغير كده، قال يا قسيس لما هنروح السماء هنبقى كده يعني زي ما رحنا قاعدين كده على طول؟ ما انا حبيت افهم فكره، الفكره عجبتني فعايز افهم منه. قصدي قلت له يعني انت قصدك ايه؟ قال لي انا هنزهق. قلت له برافو عليك. لا مش هنقعد على طول كده، كل يوم تغيير الى امجد الى اعظم. حتى الحركه يقول لك ورقها كل شفاء الامم. كل يوم عباره عن نهضه في حياتنا، كل يوم لذه في حياتنا، كل يوم بركه في حياتنا، كل يوم نعمه في حياتنا. فشجره الحياه يقول لك تعطي كل شهر. ثم مش كده، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجره حياه تصنع 12 ثمره وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجره لشفاء الامم. والشهر هناك بقى في السماء مفيش لا شهور ولا حاجه، يعني كل شويه تلاقي تغيير حاصل فيه، كل شويه لان الزمن هيتلغي هناك، كل شويه تلاقي تغيير تغيير تغيير. دي قدره ربنا بقى، قدره ربنا. انت بس توصل هناك وربنا علي الباقي. بس المهم توصل هناك، دي مسؤوليتك انت. لان ربنا خلص مسؤوليته. ازاي؟ المسيح على الصليب قال قد اكمل، كملت كل حاجه. اللي عايز يوصل هناك عنده الطريق والحق والحياة، قد أعلن في هذا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس شايفه أهو، ده تقراه من أول صفحة لآخر صفحة كله بيتكلم عن موضوع واحد. لا في كلمة نسخت كلمة، ولا في كلمة غيرت كلمة، ولا هتدوخ في حاجة خالص. هتقرأ قصة الحياة الجديدة من أولها لآخرها. تقبل هذا الإعلان وتقبل عطية المسيح ليك وعطاء المسيح ليك وتتفاعل مع المسيح وتحب الرب، هتشوف اللي ما شفته في حياتك كلها. وهتختبر كم هو جود الرب وكم إحسان الرب. ويسأل واحد زي شاول الطرسوسي اللي كان ضد المسيح ومش قادر يصدق وكان في منتهى العنف مع الكنيسة، لما عرف الرب جرى له ايه؟ يقول هو ذا كله قد صار جديدا، من جوه من بره، اللسان والعينين والرجلين والايدين والتفكير، هو ذا الكل قد صار جديدا. ربنا ينعم عليك يا اخي، ربنا ينعم عليك وادعي لي. ربنا يكرمك. طب هو بيقول ورق الشجره لشفاء الامم، هل الامم دول مختلفين عن المؤمنين اللي في السماء وشفائهم من ايه؟ هل هناك في امراض؟ لا هو مش كده بالظبط. هو اول الامم أمم لأنه هناك من كل الأمم، من كل القبائل. أنت صوتك حلو، من كل الشعوب، من كل الألسن. من كل اللسان والألسنة. الألسن هناك بهو، كل قبيلة وكل أمة وكل لسان كله هناك. فورق هو دول الأمم، مش الأمم يعني ما فيش هناك حاسم يهود وأمم خلاص. الأمم المجموعة الكبيرة، الشعوب كلها، الشعوب كلها اللي هناك في السماء. ايه شفائها ده؟ شفائها يعني زي ما واحد يكون يعني جسمه مضحضح شويه ويصحى شافي. هم حاسين اليوم هم حلوين قوي، لكن بكره احلى. يبقى احنا حصل لنا شفاء. بكره احلى، يبقى حصل لنا شفاء. بكره احلى. ده النظام في الابديه. يعني اكتفاء كامل في الوقت الحاضر، وفرح كامل بتغيير الحال الى حال افضل لما يحدث هذا في الوقت اللي هيحدث فيه. فعمليه انتعاش دائم، انتعاش دائم، فرح دائم.
الأبدية لذيذة بشكل لا يبدي. الأوصاف دي أوصاف يعني كده بسيطة، لكن الحقيقة أكبر من كده كتير. طيب آخر آية عن شجرة الحياة بيقول: طوبى للذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. سفر الرؤيا 22 وعدد 14. احنا عرفنا انه في سفر التكوين ربنا وضع لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. تمام. وهنا بيقول اللي يصنع وصية الله هيكون ليه سلطان على شجرة الحياة. السلطان هل هيمنع حد انه يقرب منها مثلا، ولا سلطان عليها ازاي؟ يعني لا، سلطان يعني ياكل منها كتير. سلطان يعني ايه؟ يعني مش كل المؤمنين عندهم الإمكانية يأكلوا بنفس الكمية، لا. لدرجة في آية تانية: لا يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة. أو من سفر الحياة. يعني في نصيب في كتاب سفر الحياة. نصيب ده إيه؟ نحن كتاب ده أسمعنا في سفر الحياة. إيه النصيب ده؟ كم ورقة من صلاح أعمالك، من طاعتك للرب. في يعني واحد زي بولس الرسول عنده قد كده، واحد زي عنده قد كده، فمش كلنا زي بعض. فكلمة السلطان يعني الدخول بقى زي ما فهمها لنا بطرس، وقال ليكن لكم دخول بسعة إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. فالسلطان يعني أهبر بقى، ده مش ليا، ده ليكي. فيا ريت حبيبنا المشاهدين يعملوا زيك، يعملوا زي بولس، يعملوا زي بطرس، يعملوا زي رسل المسيح اللي بيحبوا العالم ولا اللي في العالم ولا في الدنيا، لكن كان كل اللي جواهم خدمة الرب. يا بولس ما عرفش ان سيرته عندنا مكتوبة، الواحد بيذهل لما يقراها. ده يرجموه وافتكروه مات، فرموه بره البلد، التف حواليه التلاميذ فقام. عجيبة جدا. طب يعمل ايه اول حاجة؟ يدخل البلد تاني. ايه ده؟ مين ده؟ بولس. ده دلوقتي اي اضطهاد في بلد من بلاد العربية، ربنا يكرمكم يا مسيحيين، كله هاجر. هو ده حبايبي، الحياة المسيحية تستحق كل تقدير، وتستحق كل تأمل، وتستحق كل اتصال بالله، لكي لا نسلك سلوك يقلل نصيبنا من شجرة الحياة، ولكي لا نسلك أي سلوك يقلل نصيبنا من السعة اللي ربنا أريدها لنا ندخل بها الملكوت ربنا يسوع المسيح. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك كليل الحياة. في أكاليل كتيرة وبأكثر من تعبير يبلغنا الرب مش كل المؤمنين زي بعض. هناك نجم يمتاز عن نجم في المجد، مجد الشمس شيء، مجد القمر شيء، مجد ده. وهناك حيكون نفس الحكاية بالنسبة لأولاد الله. أخويا، إن كنت ناوي تعيش للرب، عيش بكل أمانة للرب. إن كنت لسه ما تعرفش الرب، أنت في خطر رهيب، أنت في شر عظيم وعار، أنت هالك في جهنم النار الأبدية بالرغم من أي خرافة أنت عايش ليها، لأن الطريق الوحيد إلى السماء هو الذي نزل من السماء وقدم نفسه كفارة لأجلنا لكي يدفع ثمننا على الأرض اللي احنا اضطردنا إليها بعدما أخطأنا في جنة عدن. أخطأ جدا في جنة عدن، وهو السلم المنصوب على الأرض مذكورة في الإنجيل وفي التوراة. يعقوب شاف السلم دي، ويسوع المسيح قال لنثانيل عليه: سلم منصوب على الأرض رأسه يمس السماء، وملائكة الله صاعدة ونازلة على هذا السلم. مين ده؟ يسوع المسيح. الدعوة مقدمة لك للخلاص، صدقني من قلبي بقول لك الكلام ده. تعال اقبل الرب، تعال اقبل الرب
قول له ارحمني يا رب من الدنيا دي، ارحمني من الافكار اللي في بالي. اسال، ادرس، اعمل اي حاجه تقربك للرب، وربما تستمتع بخلاص المسيح وتبقى في هنا رهيب لا يمكنك ان تتخيله. أمين. ربنا يكرمك، تفضلي يا بنتي. بنذكر اعزائنا المشاهدين لو في اي سؤال او تعليق او اضافه او حتى اعتراض او تحب الاسئله، خصوصا الاعتراض ده انا بحبه جدا عشان بيفهمني انا بفهم انا كمان، او طلبت صلاه بندعوكم تشتركوا معنا في الحوار. هللويا. الموضوع المكمل زي بحسب الايه، وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك، المعرفه. بنلاقي ان الشياطين بيعرفوا، بيقول المسيح كان في مجمع من مجامع اليهود وكان هناك رجل به روح نجس فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. هنا الشيطان بيعلن أنه يعرف المسيح، وأنه مش بيعرفه المعرفة السطحية لكن هو قدوس الله، يعني هو الله. وكمان آية تانية بيقول المسيح أنه هو شفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. ده في إنجيل مرقس أصح 1:34. إيه نوع معرفة الشياطين؟ وإذا كانت هذه المعرفة لا تقودهم للحياة الأبدية، إحنا نعرف وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، طب الشياطين يعرفوا إيه نوع هذه المعرفة؟ شكرا يا إيمان. أكثر كائنات تعرف الرب هي الشياطين. ليه؟ لأن الشيطان في يوم من الأيام كان كبير اليويران في القصر الملكي الإلهي، أنا بستخدم تعبير أرضي يعني. كان اسمه زهرة بنت الصبح. وزهرة بنت الصبح يعني حامل رسالة النور. اسم من أسماء المسيح كوكب الصبح المنير. وكان الشيطان، ما كانش شيطان وقتها، كان ملاك، ربنا ما خلق شياطين. ربنا خلق شياطين. زي بعض الناس تقول لك ربنا خلق حيوانات نجسة، يخلقها ليه؟ يخلقها ليه حيوانات نجسة؟ دي مذكورة من أهم الحاجات سفر التكوين. رأى الله كل ما خلقه حسن جدا، بما فيها الخنازير والثعالب والعقارب وكله. كل ده بيشتغل مع ربنا في شغل ربنا. فالشياطين ما خلقش ربنا شياطين، لا خلقوا ملاك ممتاز، خلقوا آية في السماء، آية في سفر الرؤيا يقول لك خلقوا آية، هو الشيطان ده. ولأنه كان من أكبر الملائكة مقاما، لذلك كان بيحمل رسالة النور لبقية الخلائق. ما كانش فيه إنسان وقتها، كان بيحمل رسالة النور لبقية الخلائق، لبقية الملائكة، يقول لهم رب عايز كده، فهو كان المندوب. فكان يعني هو بين كواكب الله، بس هو الـ الأول فيهم. فشاف ان المسافة بينه وبين كرسي الله أقل من بقية الكواكب اللي هي يعني الكواكب، سواء الكواكب اللي فعلا الأفلاك يعني، أو الكواكب اللي هي الملائكة الموجودة معاه، المخلوقة معاه، كرسيه هو أقرب. حصل بقى حاجة يقول لك الكتاب المقدس دخل فيه إثم. حتى وجد فيك إثم. حتى وجد، أي برافو عليك، حافظة أنت الآية، حتى وجد فيك إثم. ولم يقاوم هذا الإثم. كيف وجد هذا الإثم من قبل الخليقة؟ من أين جاء الإثم؟ أن الله خلق الإثم قبل الله خلق الله خلق الشر، دي آية موجودة في الكتاب ده صح. ليه؟ لأنه عارف أنه هيخلق الإنسان، والإنسان هيبقى عنده إرادة، وكمان ربنا ما بيحبش يعني خطيبة ابنه تكون جاموسة ولا بقرة ولا شخص بغير تفكير، لكن لابد أن تكون اختارت البر وأبغضت الإثم. اختارت القداسة وأبغضت النجاسة، فكان لابد من خلق النجاسة. زي ما ربنا ادانا
معدة ناكل، بيدينا أكل ناكله. ربنا ادانا إرادة يدينا اختيار، أنا اختار إيه؟ لكن الإرادة وأنا مش ما أقدرش أستخدم الإرادة، يبقى اداني إرادة ليه؟ الله خلق الإنسان على صورته، والله له إرادة كاملة، والإنسان له إرادة كاملة ويختار ما يريد. فلذلك خلق الشر ده موجود قبل الشيطان. الشيطان بقى لما الشر ده اتلمسه أو هو بحث عنه ولقاه إلى أن وجد في ده اللي مكتوب في الكتاب. إزاي اتوجد بقى ده اللي حصل؟ فجأة انقلب ظهرت بنت الصبح إلى شهوة أن يرفع كرسي إلى كرسي العلي. الشر استهواه قوي. يعني إيه؟ قال لك ربنا بيحارب في الدنيا عشان ينفذ إرادته، أنا هكون بقى إيه؟ المنافس بتاعه. أنا هحارب في الشر عشان أنفذ إرادتي، يبقى هو إله الخير وأنا إله الشر. فرحته الحكاية دي، وفعلا بقى إله الشر. ده وجد فيه اسم. فجاي يقفز القفزة، معرفش استعان بمين، معرفش أمريكا ولا مين، معرفش أنا طبعا يعني أنا عايشين في دنيا، هو ده فوق ما كانش دنيا. فاستعان بالشر وجاي يقفز القفزة، راح اتحكم عليه وكتب له قتام الظلام إلى الأبد. هذا حكم لابد أن ينفذ على الشيطان. إيه قتام الظلام ده؟ دي اسمها بحيرة النار المتخذة بالكبريت. سمعت عن جهنم يا أخ؟ أهيه جهنم مش ليك، دي للشيطان. الله لم يخلق جهنم من الإنسان أبدا، لكنها صنعت من قبل وجود الإنسان، صنعت لإبليس وملائكته. احتمال في تفسير تاني أنه ده حدث في جنة عدن، يبقى يعني إمتى بالضبط ما نقدرش نحدد إمتى صنعت جهنم وإمتى سقط الشيطان، لأنه في آية بتقول أنه هو تمشى في جنة عدن قبل سقوطه، فاحتمال كان هناك وبعدين لما هو سقط أسقط الإنسان، احتمال يعني، ما عندناش ما يؤكد الحقائق العميقة أو دي. لكن الحقيقة العميقة إن هو الله لم يخلقه شيطان، خلقه من أعظم الرتب الملائكية، ووجد فيه شر لأن هو تلامس مع الشر وشر تلامس معه وانبسط به، فقال أرفع كرسي، فصدر هذا الحكم. فيبقى ده يعرف ربنا اللي ما يعرفش ربنا، ده اكتر واحد يعرف ربنا. اولا لانه اتكوى منه، زي ما حضرتك قلت في الشياطين في جنون كرة الجديد وغيره، اتيت قبل الوقت لتعذبنا، ما احنا عارفين متعذبين، احنا لسه وقتنا ما جاش للعذاب، جاي تعذبنا يا يسوع. عارفينه مين؟ الله. الشياطين عارفاه الله. قدس الله. أتيت قبل الوقت لتهلكنا؟ وبعدين استجب لهم. إيه؟ قالوا طب دخلنا في الخنازير، ادخلوا في الخنازير. من ضمن العجائب اللذيذة يا إيمان، يا أخي الكتاب المقدس ده رهيب جدا. اللي يؤكد إن الشيطان يعرف يسوع كامل المعرفة أنه الله، إن الشيطان ما فيش مرة طلب من يسوع قال يسوع قال له أوكي. ليه؟ عارف يطلبها إزاي؟ ما هو كان كبير اللي وراه. الإنسان ما بيعرفش. ما بيعرفش. مرة اتنين كانوا بيمتحنوا في سرعة ضاع وقت العالم الكلام ده، لكن بشوف غباء الإنسان ده غباء. كان بيمتحنوا في امتحان، فطلعوا من الامتحان، فكان الامتحان فيه سؤال: ما هي عاصمة فرنسا؟ كانوا بنتين، فبنت ما خدتش بالها فكتبت لندن، وكانت مؤمنة يعني، والتانية كتبت باريس، كانت عارفة الإجابة. فطلعوا اكتشفت اللي كتبت لندن انها غلطانه، قالت له يا رب خلي لندن عاصمه فرنسا. طب والتاني تعمل ايه طيب؟ ده الانسان كل واحد عايز مزاجه.
الشيطان ما يعملهاش دي، ما يعملهاش. الشيطان يقول له كده عايز اغربل تلاميذك، هو عارف ان ربنا عايز يغربل تلاميذه. فراح ربنا قال لبطرس خذ الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنط، ولكن يعني انت وفيت له او وفيت له؟ وفيت له فعلا. ولكني انا طلبت من اجلك، انا عارف يركز عليك يا بطرس، طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. يا مجدك يا رب ايها المجيد، تسمح للشيطان عشان تغربل التلاميذ، وتصلي لاجل بطرس عشان ما يفشلش، وتقول له متى رجعت ثبت اخوتك، فتستفيد من طلبه الشيطان. يا سيدي يا حبيبي لك المجد يا رب. اشكر رب. الانسان مش بس ما بيعرفش المعرفه اللي يعرفها الشيطان، ومش بس ما بيعرفش يطلب زي ما الشيطان بيطلب، لكنه كمان لا يريد ان يعرف. ومثل على كده فرعون بيقول: فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل؟ لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه. الكلام ده في سفر الخروج اصحاح 5:2. فرعون ده هل في يعني كان شخص متميز او منفرد بانه لا يريد ان يعرف الله، لانه الله يريد ان يستخدمه ليظهر قوته للمصريين فيعرفوا ان هو ده الله القدير؟ ولا في ناس كتير زي فرعون ما بيعرفوش ولا يريدون باصرار ان هم لا يعرفوا الله؟ بلايين البلايين البلايين زي فرعون. ده اللي بيفلت من هذه الخدعة ده شخص منفرد ومميز. ليه؟ لأن اللي يعرف الله لازم يخضع له، ولما يخضع له لازم يقهر الجسد، لازم يقهر الشهوات، لازم يعيش للرب لأنه عرف الرب. فالمعرفة الحقيقة لا يمكن أن تكون مثمرة في الإنسان إلا إن اتعجنت بالمحبة بس. والحقيقة في كلمة جميلة قوي قوي قالها الكتاب المقدس سفر التكوين: وعرف آدم امرأته. عرفها يعني عرفها يعني قدر يتكتشف طبائعها وإمكانية الخلفة منها، وإمكانية المحبة بينهم، وإمكانية الشركة، عرفها. طيب لما عرفها بقى حبها ولا كرهها؟ حبها. لذلك آدم وحواء ربنا ألبسهما أقمصة من جلد، هنشوفهم في السماء فوق، مع أنهم أول اتنين غلطوا، لكن ربنا في رحمته عمل المحاكمة ولبسهم الأقمصة ونزلهم الأرض، يعني اكتفى بعقابهم طردهم للأرض، لكن مش هلكين، هنشوفهم هناك في السماء. الشياطين عارفة ربنا لكن ما تحبوش، مش عايز يخضع له خالص، دي نصبت نفسها ضده. طيب الإنسان بقى قبل ما يبتدي موضوع المعرفة ده يقول لك طب أنا عارفه، طب تمن الحكاية دي إيه؟ أسمع كلامه؟ لا أنا ما أقدرش بقى، ما أقدرش. ده بيقول لي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، ده العالم أنا معجون فيه، ده أنا ما أقدرش أهرب منه أبدا. لا تزني، لا أزني؟ في حد في الدنيا يقول لا تزني؟ ده أنا حياتي كلها زنا. حاجات عجيبة، مش عايز أعرفه بقى، أشوف لي حتة تانية تقول لي ازني. دي حلوة قوي دي. لا تقتل، لا تقتل، أمال أنا بنتصر، ده أنا قوي، ده أنا عندي أسلحة. إيه الأسلحة دي مالهاش قيمة في حياتي؟ لازم أقتل، أدور على واحد يقول لي اقتل. فالإنسان بقى بيصنع عليها لنفسه، عليها على مزاجه. وفي ناس تقول لك شوف بقى الاكتشاف الجديد، ايه يا صاحبي الاكتشاف الجديد؟ مفيش ربنا خالص. يعني ايه؟ يعني مفيش ربنا ايه؟ ايه مشكلة يعني؟ مفيش ربنا. طيب الكرافتة دي لو كنت انت راجل قاعد قصادي ولابس كرافتة او لابس قميص، يمكن مش لابس كرافتة او لابس حتى حاجة من تحت، دي عملها حد ولا ما عملهاش حد؟
طب انت مين اللي عملك؟ انت عندك كليه وعندك كبد وعندك عين وعندك مناخير وعندك اذن وعندك قلب وعندك مين اللي عملك؟ اصل انا ابويا قرد. خليك مع القرد. طب القرد مين عمله؟ القرد ده مين عمله؟ ناموسه؟ طب الناموسه مين عملها؟ تفكر كويس يا اخي. من الخالق؟ من الخالق؟ الخالق اعظم ولا الخليقه؟ طب اذا كانت الخليقه في نظامها رهيب يبقى الخالق مين؟ الخالق هو الله. فلذلك عايز تستريح ينبغي ان تدرك ان يوجد خالق وان الخالق قد رتب لك قصه الفداء وقصد الفداء لكي يعود بك من الخطية اللي هي ارتكبها أول إنسان جبله ربنا اللي هو آدم وزوجته حواء لكي يقدم لك الفداء من هذه الخطية ومن كل الخطايا، لأن الرب وضع على شخص المسيح كل خطايانا وكل آثامنا، والرب وضع عليه كل إثم فينا، وضع عليه كل خطية، صار ذبيحة خطية لكي نصير نحن بر الله فيه. فاقبل هذا القصد الإلهي وتيجي وتخلص. لكن بطل انك انت تدور على نفسك وزيتك وانا احب ايه وانا اعمل ايه، لان I don't like Jesus Christ. براحتك. ده في واحد قال اكتر من كده، هتلر قال انا احتقر يسوع المسيح. ليه هتلر؟ عشان يهودي. طيب يا سيدي، شوف نمرة واحد، مش معروف انت مت ازاي، المعروف بس انك مش موجود يا هتلر. طبعا هتلر في الهوية دلوقتي، لسه ما وصلش الجحيم دلوقتي وفي الهوية ومش هيسمعني، لكن انا بكلم زيه لو في هتلر قدامي يعني. ثانيا، انت ما بتحبش يسوع المسيح عشان ايه؟ عشان هو يهودي. تخيل بقى ربنا استخدمك يا هتلر انك تعمل اذبحة اليهود عشان الغرب يشفق على اليهود ويرجعهم من البلد بتاعتهم. فهمتها يا باشا؟ ربنا استخدمك ليحقق كلامه اللي قاله في التوراة والانجيل، وتكون اورشليم مدوسة من الامم الى ان تكمل ازمنة الامم، وكملت بعد موت هتلر بكم سنة صغيرين. ما فيش حد يقول انا احتقر الله وانا مش عايز ربنا. خليك اهدى 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 اهدى، اعرف انك تراب والى تراب تعود. تعال الله قول له انت عايز مني انا اعمل ايه، مش انا عايز اختار اله اللي انا عايزه. بولس قال كده، يا رب ماذا تريد مني ان افعل. وربنا كرمه في حياته كتير. نوعية أخرى من البشر بيقول عنها الكتاب، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. بداية الآية بيقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. رسالة بولس إلى أهل روميا أصحاح 1 عدد 18-19. هنا يعني ايه يحجزون الحق بالاثم؟ وفي نفس الوقت بنلاقي ان الله اظهر ليهم هذه المعرفه، بيقول لان الله اظهرها لهم وان المعرفه الله ظاهره فيهم ومع ذلك غضب الله معلن عليهم. ليه؟ في مبدا لذيذ في تربيه الاولاد الصغيرين، وانت اكيد عملتيه مع اولادك، شكرا لك، طلع حلوين. انه ما تأدبهمش على حاجة أنت معلمتها لهمش قبل كده أنها غلط. للأسف مثلا كنت أحيانا أبقى، خصوصا لما كنت زمان في الصعيد بتاع مصر والحر شديد وهناك يأكلوا أكلة كويسة كده في الحر ولازم يناموا، فالولاد مش ما بيناموش بيلعبوا، فيلعبوا يروحوا الأب صاحب نوم وديهم بقى بالشلاليت وبالجزم ويشتمهم لانه مصحوه. طب انت قلت لنا ان احنا ما نصحكش قبل كده، قلت لنا ما نلعبش. لا مش مهم، المهم لازم يكسره. فعايز اقول لحضرتك يا ايمان ان ربنا مش ممكن يدين انسان هو ما قالوش الطريق فين.
فربنا أعطى معرفته ظاهرة للجميع. أولا السماوات تخبر مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، الكتاب المقدس موجود ومعلن دلوقتي كمان بعد الفضائيات واستخدام الهواء والراديو، كل الناس عارف إلا اللي بيطفي هو المسؤول، لكن ربنا بيتكلم. فمعرفة الله أظهرها الله لكل البشر، عشان كده سيدين كل البشر. حتى لو اللي ما عندوش تلفزيون واللي أعمى واللي أخرس واللي أطرش، ربنا كلمه من جوه. مفيش إنسان إلا ربنا لازم يكلمه عشان هو هيدينه بعدين على الكلام اللي قاله له ده. سمعته ولا ما سمعتوش؟ فده موضوع معرفة الله ظاهرة لهم، لكن الإنسان مش عايز يسمع معرفة الله. طب هيكون إيه؟ هيأتي يوم الدينونة وسيدان. إزاي؟ تتفتح أصفار، السفر بيقول قلت لك في اليوم الفلاني لا تكذب أنت كذبت، قلت لك في اليوم الفلاني لا تزني أنت زنيت. ده حتى لو ما بيقراش الكتاب، ده حتى لو آخر صراع مواطرش بيقول له جواه كم وكمان يقرا الكتاب طبعا، اسمعها وقريها وفهمها. قلت لك ما تعملش انت عملت، يبقى من النهايه ايه؟ هلاك. طب يعني ايه يحجزون الحق بالاسم؟ ده سؤال، سوري ما نسيت انا السؤال. يحجزون الحق بالاسم يعني ايه؟ يعني مش بس هو ما بيسمعش صوت الحق، لكن عشان يموت التبكيت اللي جواه يعمل الاثم كمان، فبيحجز الحق. ما تكلمنيش تاني، ما تقعدش تبكتني، لان روح الله يبكت الانسان على بره وعلى خطيئه وعلى ذنبه. ما تقعدش تبكتني تاني. الحل ايه بقى؟ هتمتع بالهوى. الهوى اللي هو يعني الشهوه. هتمتع بالمال، هتمتع بالاكل، هتمتع بديني. يكون دير ده هو مؤلفه، واحد مؤلفوله صدقوا. فدي اسمها ايه؟ انه بدل ما يطيع الحق بيحجزه ويعمل الاثم عشان ايه؟ يبعد خالص عن الحق. سامحيني هقولها لك على شخص مؤمن، سوري بقول لك كده. طب قبل ما حضرتك تقولها لنا على شخص مؤمن، عندنا مكالمه مع الاخ جوزيف. اهلا بيك يا اخ جوزيف. اهلا اهلا بكم، سلام ونعمه من الرب يسوع المسيح عليكم. اهلا بيك وعلى اخونا لطيف وحضرتي حبيبي. اهلا، يعني بيقولوا جلسة بقرب يسوع أسوأ القعدة مع الملوك يعني. هللويا. أنا حبيت يعني أتكلم في برسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الآية 17، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح عن الرب تعالى. أمين. إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، سبحان الله، فوق كل رياسة وسلطان وقوة والسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمه وأياه جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. هللويا. وبقول كمان في مداخلة تانية في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث الآية 14، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. على طول نحن لازم نشكر ربنا يعني، وارسلنا كمان قداسة البابا، وقداسة البابا موجود كمان مع يسوع المسيح بالسماء، هو كمان بيتشفع علينا يعني،
وكل شيء يكون جميل يعني، وعلى طول لازم يكون احنا رأسنا فوق لعند يسوع المسيح وميراث القديسين. والله يبارككم على ربنا يباركك يا أخو جزير. أمين أخو جزير، شكرا على مداخلتك. دخلك سابق لأجلنا إلى الأقداس، هو الرأس هناك وإحنا رايحين له بنعمة الله، كل واحد في معاده. أمين. أنا كنت فكرت أقول لك واحد مؤمن عملها دي، طبعا هي غريبة جدا. ده مين لكن مين ده المؤمن ده؟ يونان. يونان بيتبكت راح نزل جوه السفينة خالص تحت عشان يبكي يبطل التبكيت، ونام والدنيا مقلوبة. ونام في الآخر صحي بقى اضطر يعترف ويقر ولا ينكر إنه خارب من ربنا عشان يهرب. حاجز الصوت وحاجز ما تنفعش. ونشكر ربنا، ربنا يعني كرم يونان. يونان من الأنبياء الحلوين يعني. نشكر ربنا. في نفس الأصحاح رسالة روميا بيقول: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يعني إيه الله أسلمهم إلى ذهن مرفوض؟ هل ده بعد الموت ولا قبل الموت؟ وهل كده بيمنع عليهم فرصة التوبة؟ ده سؤال يعني إيه عميق، والحقيقة الإجابة نعم. بيمنع عليهم فرصة التوبة؟ نعم. لا مش كده بس، ده بيقرر هلاكهم قبل ما يموتوا. بيحكم عليهم بالذهن المرفوض وانتهت خلاص. لأنهم رفضوا الطاعة لصوت الله طول زمن الافتقاد. أقول لك آية: يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة تحت جناحيها ولم تريده. مرة لم تعرفي زمان افتقادك، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. خراب أورشليم أعلن قبل الخراب بحوالي 40 سنة، أعلن المسيح. وعودة أورشليم إلى الجنس اليهودي أعلن قبل العودة ب2000 سنة. عادت يعني، هي لسه حتى ما عادتش لغاية دلوقتي، لكن يعني الموضوع شغال يعني. قرار الله إنه روحي لا يدين في الإنسان للأبد. الروح القدس يدين الإنسان، يبكت الإنسان على بر، على خطية، على دينونة. الإنسان يرفض كمل تاني، يرفض لغاية امتى؟ الأبد؟ لا مش الأبد، لغاية حاجة اسمها زمان الافتقاد. زمان الافتقاد ايه؟ زمان الافتقاد ده من رحمة ربنا. زمان الافتقاد ده هو النقطة اللي يدرك فيها الله انه لو كمل لحظة تاني سيزيد العقاب على الإنسان فيخطو. ربنا يرحمنا. طب معاد البرنامج قرب يخلص، وعايزين ناخد نوعية كويسة من البشر عشان كويس نشجع نوعية كويسة نشجع أحبائنا إن هم يعرفوا الله. بولس طبعا قال نوعية كويسة، بس ربنا قليلين قوي الحقيقة. لأعرفه وقوة قيامته. ياه ده أنت جبتي الممتازة مش كويس. وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب ازاي نقدر نعرف قوة قيامته وشركة ألامه ونتشبه بموته؟ ده للي باع نفسه للمسيح، ده مش بس مؤمن. من وجد نفسه يضيعها ومن أهلك نفسه من أجلي يجدها. بولس ده واحد من اللي أهلك نفسه لأجل المسيح. المسيح كان له كل شيء في حياته من A to Z، ولو في قبل الـ A وبعد الـ Z كل شيء في حياته. أفضل نوعية بين البشر الذي يعبد الرب بقلب كامل، بفكر كامل، بنية كاملة، باتجاه كامل،
لا يحيد عن طريق عبادة الرب وطاعة الرب وخدمة الرب لا موت ولا قوات ولا سيف ولا أي شيء يستطيع أن يجعله أن يتحول عن طاعة الرب. دي أحسن نوع من البشر، ودول الحقيقة اللي هم القمة المختارة هناك في ملكوت السماوات. دول اللي هيجلسوا عن يمين ويسار من القريبين، مش واحد واثنين يعني، قصدي في شلة كده، شلة قريبين قوي للرب. دول اللي بولس اتكلم عنهم هنا وقال نتكلم بحكمة بين الكاملين، اللي هم الرب وضع لهم طريقا كاملا وهم اختاروه بالكامل، ما رفضوش حاجة منه، قبلوا طريق الرب الكامل. لما يسمعوا رسالة من المسيح في قلوبهم يطيعوها على رقبتهم، يعيشون للرب في كل لحظة من حياتهم. مش كان لأعرفه وقوة قيامتي؟ ايه قيامته؟ لأن أقامنا معه فأنا قمت معاه، مطلوب مني ايه؟ أنفذ كده كشخص مقام من الأموات مع المسيح، أقامنا معه. الرب عايز مني ايه؟ الرب يقول تعملها على طول، تحاولش لا تلف ولا تدور ولا تألف ولا تهرب اطلاقا، لكن عبد للرب. وفي العهد القديم موجوده الحته دي، العبد العبراني تجيب ودنه تحطها في الباب تخرم الود، يبقى خلاص عبد الى الابد. اهو ده بولس وغيره. فربنا يدينا نكون من هذا النوع الممتاز. امين. اعزائنا المشاهدين، قال المسيح وتعرفون الحق. امين يا رب. والحق يحرركم. امين يا رب. ما هو الحق؟ قال المسيح أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة. إلى اللقاء والرب معكم. آمين.